ما حكم إعطاء مال الزكاة لتسديد دين رجل توفي أو عليه دين؟ الزكاة لا تدفع في الديون عن الأموات، لا تدفع في الديون عن الأموات، إنما تدفع للأحياء الغارمين الذين عليهم ديون وهم أحياء، تدفع لهم الزكاة ليسددوا الديون التي عليهم إذا كانوا عاجزين عن تسديدها. أما الأموات فلا تدفع في ديونهم، لأن الله قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي ادفعوها، وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، المراد الأحياء، فقراء الأحياء والمساكين الأحياء.